توجه جديد من الإدارة الأمريكية باستبدال القوات الأمريكية بأخرى عربية لحفظ الاستقرار شرق الفرات بعد هزيمة داعش، والذي قد يؤدي إلى فراغ أمني في سوريا يسمح لتنظيم داعش الذي لا يزال يسيطر على مساحات شرق دير الزور وغيرها من المناطق السورية لظهورها من جديد، فيما يرى مسؤولين الإدارة الذاتية بأن القرار مرحب به، ومن المفترض أن يكون هناك تنسيق بين قوات سوريا الديمقراطية وقوات التحالف الدولي والقوات العربية في الأيام القادمة. كون سوريا دولة عربية وجزء من الوطن العربي، فأي تدخل أي تحالف دولي لدعم قوات سوريا الديمقراطية أو محاربة الإرهاب وتوفير الأمن والاستقرار لمناطق شمال سوريا، فنحن لسنا معارضين لهي الاقتراح. يرى مراقبون أن إصرار ترامب على عودة القوات الأمريكية إلى الوطن بأسرع وقت يدفع المسؤولين في إدارته إلى البحث سريعا عن استراتيجية جديدة من شأنها أن تحول العبء إلى شركائه الإقليميين في مساندة قوات سوريا الديمقراطية على حفظ وأمن المنطقة من خلال المشروع الفيدرالي، والذي طرحه الإدارة الذاتية ويعتبرونه بداية نهاية الأزمة السورية من خلال مشاركتهم في المؤتمرات القادمة. نحن نتوقع من مصر السعودية والإمارات وأي دولة عربية أخرى، نتوقع منهم أن يساندوا ما تم تأسيسه على الأرض وهذه الديمقراطية القيد الإنشاء في الشمال السوري. فيما يؤكد المسؤولين في مناطق شمال سوريا بوعود من البنتاغون، والتي ترى بأنه ليس من المناسب الانسحاب الآن من سوريا، ولا سيما تنتشر القوات الأمريكية المنطوية تحت سقف قوات التحالف الدولي في العديد من مناطق شمال سوريا، بأنها لن تتخلى عن قوات سوريا للوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف المتصارعة في سوريا. الاقتراح الأمريكي باستبدال قواته بقوات عربية في أقرب وقت ممكن في مناطق شمالي سوريا يثير الكثير من التساؤلات بشأن إمكانية تحقيقه ومدى نجاحه، كما يطرح تساؤلات بشأن قدرة قوات سوريا الديمقراطية على تأمين هذه المناطق من الكثير من المخاطر التي تتعدى خطر داعش لتشمل تركيا وحلفائها. نازي سيد، قناة الغد، القامشلي، شمالي سوريا.